السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. معادنا النهاردة مع درس من دروس الجبر للترم الثاني بعنوان اختزال الكسر الجبري. اختزال يعني اختصار الكسر الجبري. طب إحنا زمان في ابتدائي لما كنا بنختصر الكسور العادية، يعني مثلا لما نيجي نقول عايز اختصر 6 على 9 كنا بنختصرها إزاي؟ بنشوف بيقبل اسم على كام، أو نفك الأرقام اللي عندي. فلما أجي أفك الستة دي عبارة عن 2 في 3، إحنا الطريقة السهلة كنا بناخدها زمان، والتسعة 3 في 3. كده أنا فكيت الأرقام. كلمة فكيت الأرقام دي يا أولاد معناها إن أنا حللت الأرقام اللي عندي. بعد كده بنختصر المتشابه مع بعض، هيفضل عندي 2 على 3. عشان كده دي نفس خطوات التحليل بتاعتنا السنة دي. أول حاجة أو اختزال الكسر عندي بحلل البسط والمقام، بعد كده بختصر الحدود المتشابهة مع البسط والمقام. فخطوات الاختزال عندنا، ركز معايا في الخطوات يا أولاد، أول خطوة عندي التحليل للبسط والمقام، تاني خطوة بجيب المجال بتاع الكسر الجبري، مهم جدا المجال بتاع الكسر الجبري، تالت حاجة الاختصار بتاعي. هو أصلا بيجي السؤال إزاي؟ بيقول لي اختصر مبينا المجال، يعني لازم اجيب مجال الكسر الجبري اللي عندي. نشوف مثال كده يا اولاد. لما يجي يقول لي هنا مثلا دالة س تساوي س اس 2 ناقص 9 على س اس 2 زائد 4 س زائد 3. احنا قلنا اول خطوه نعمل ايه؟ ركز معايا، لازم تحفظ ترتيب الخطوات. تحليل، هنحلل البسط والمقام. شفت بقى، خلي بالك الجزء ده كله بيعتمد على التحليل بتاع تاني اعدادي، الرياضه متراكمه على بعضها. لما نيجي نحلل البسط ده اللي هو بنسميه فرق بين مربعين، احنا بنراجع مع بعض كده يا اولاد، ده كده هيتحلل س في س، والتسعه هتبقى 3 في 3، واحد سالب واحد موجب. ده البسط. تعال المقام بقى، هنحلل قوس عادي، قوس ثاني اللي هو التحليل البسيط بتاعنا. س اس 2 هتبقى س في س، والثلاثه مفيش غير 3 في 1 طبعا، اشاره موجبه، يبقى الاشارتين زي اللي في النص، الاثنين بالموجب. انا كده عملت اول خطوه اللي هي ايه؟ تحليل البسط والمقام. تاني خطوه ايه؟ ايوه برافو عليك، تاني خطوه المجال. ركز معايا في ترتيب الخطوات. المجال زي ما خدنا اللي هو ح فرق اصفار المقام. نقول تاني كده، ح فرق، لازم تحفظ الحته دي، ح فرق اصفار المقام. اصفار المقام يعني ايه؟ يعني هنا السين الاصفار بتاعتها عكس الاشاره، يعني سالب 3، وهنا كام؟ عكس الاشاره، يبقى سالب 1. تالت خطوه هنعمل ايه؟ هنختصر الحدود المتشابهه مع بعضها او المقدار المتشابه مع بعضه. هنشيل س زائد 3 مع س زائد 3 اللي تحت. ايه اللي هيتفضل في المساله؟ س ناقص 3 فوق على س زائد 1. صعبه دي يا اولاد؟ سهله جدا، خلي بالك من ترتيب الخطوات بس. واحنا بنراجع مع بعض انواع التحليل نشوف مثال تاني برضو، اختصر الكسر الجبري مبينا المجال. لما نيجي نقول س اس 3 ناقص 8 على س اس 3 زائد 2 س اس 2 زائد 4 س. ركز معايا بقى كده. مين شاطر هيحلل المقدار الاولاني اللي فوق؟ لا استنى، قبل ما تحلل المقدار ده كنا بنسميه ايه زمان؟ ايوه افتكر معايا كده. لا ما انا مش عايزك تحل، بس لازم تبقى عارف اسم المقدار ايه. اسمه، ايوه برافو عليك، فرق بين مكعبين، اللي هو كنا بنحلله قوس صغير وقوس، ايوه ابتدي افتكر معايا بقى. ها السين اس 3 بناخد الجذر التكعيبي بتاعها اللي هو س ناقص 8 جذرها التكعيبي، ايوه 2، برافو عليك. بعد كده، ايوه معايا كده، علي صوتك. الاول في نفسه بس اس 2، والثاني في نفسه بسالب 4، ايوه برافو عليك، صح كده. مفيش حاجه اسمها سالب، مفيش حاجه في نفسها تبقى سالب ابدا، لازم هنا موجب. تحفظ الحته دي مهمه جدا. بعد كده بنعكس الاشاره ونضرب الاثنين دول في بعض. ايوه صحيني معاك كده، شاطر. طيب بص المقدار اللي تحت كده هنحلله ازاي ده يا استاذ؟ ده كله في س. طب ما احنا اول نوع من انواع التحليل خدناه زمان حتى في اولى اعدادي مش في ثانيه اعدادي، اسمه التحليل باخراج العامل، ايوه المشترك. هلاقي السين متكرره في كله، هناخد اصغر سين فيهم عامل مشترك. نفتح قوس نشوف الباقي بقى. المفروض انا بقسم يا اولاد س اس 3 على السين، يبقى لي ايوه س اس 2، بنطرح الاسس، برافو عليك، زائد الاثنين زي ما هي، س اس 2 على السين
فيها السين تمام زائد 4 سين على السين، هنشيل السين مع السين يتفضل لي 4. انا كده حددت البسط والايه والمقام. تاني خطوه ايوه امشي خطوه خطوه كده. تاني خطوه المجال، هقول المجال يساوي ح فرق اصفار المقام. طب اللي بره دي ايه؟ سين الاصفار بتاعتها بصفر، السين اللي بره لوحدها بكام؟ بصفر. طب القوس ده هيتحلل؟ لا مش هيتحلل يا استاذ، واخدها من تاني اعدادي دي كمان. دايما لما اجي احلل قوس صغير وقوس كبير مش هيتحلل. طب ازاي مش هيتحلل؟ هل في عددين ضربهم 4 وجمعهم 2؟ لا مش هيتحلل، يبقى دي كده مش هيتحلل. كده جبنا المجال. تالت خطوه الاختصار، هنختصر القوس الكبير ده مع القوس الكبير اللي زيه، هيتفضل لي س ناقص 2 على س، ده الاختصار النهائي بتاعي. اصحى معايا، اوعى حد يقول لي طب انا ممكن اختصر يا استاذ السين مع السين. لا ما ينفعش في الجمع والطرح اختصر، يبقى كده اخر المساله بتاعتي. يبقى خطوات التحليل يا ولاد، خطوات الاختصار نقول تاني مع بعض كده، لازم تحفظ. تحليل مجال اختصار، تحليل مجال ايه؟ اختصار. طيب ركز معايا، زي ما قلنا انت بتحل المساله دي لوحدك بايدك وتكرر بقى امثله ثانيه من كتاب المدرسه بتاعك. طيب نشوف جزء كمان مهم جدا، حاجه اسمها تساوي كسرين. امتى الكسرين يساوي بعض؟ طب نرجع لزمان الابتدائي، لو انا قلت لك هل الكسر 4 على 6 هو هو 6 على 9؟ كنا بنعمل ايه يا اولاد؟ كنا بنختصر ده لوحده كده على 2 فيها ال 2 على ال 2 فيها ال 3 ونختصر ده، يبقى على ال 3 فيها ال 2 على ال 3 فيها ال 3 اداني نفس الناتج، يبقى الكسرين مالهم؟ متساويين. وفي طرق ثانيه بس انا ببسطها لك الاول. يبقى هنا نفس الكلام هنعمله في الكسور الجبريه. امتى الكسرين الجبريين كسرين زي دول كده يبقوا زي بعض او متساويين؟ ركز معايا في الحته دي، لو اتحقق شرطين. الشرط الاول ان مجال الكسر الاولاني بيساوي مجال الكسر الثاني. المجال لازم يبقى متساوي، وهقول لك ليه دلوقتي متساوي. ثاني حاجه ان الداله الاولى او الكسر الاول بيساوي الداله الثانيه في الاختصار بتاعهم. يعني ايه ثاني؟ يعني انا هعمل نفس الخطوات دي يا استاذ، احلل واجيب المجال واختصر، ولو طلع الاختصار متساوي والمجال متساوي يبقى الكسرين مالهم؟ متساويين. لا مش فاهم. طب خد ده، خد مثال كده وركز معايا. لو قلت لك الداله الاولى او الكسر الاول س اس 2 ناقص 2 س ناقص 2 على س اس 2 زائد 2 س زائد 1، والكسر الثاني س اس 2 ناقص 3 س زائد 2 على س اس 2 ناقص 1. عايز اعرف الكسرين دول متساويين ولا لا؟ احنا قلنا لازم يتحقق كام شرط؟ شرطين. لا من غير ما تبص بقى، احنا قلنا ايه؟ ها المجال متساوي، وايه كمان؟ والاختصار متساوي لازم. طب يعني لازم نعمل نفس الثلاث خطوات اللي احنا عملناهم هنا في كل كسر منهم. يعني كان المساله دي يا اولاد مسالتين من ده، يعني ما تعتبرش جديد بقى بالنسبه لي. هنقسمها كده نصين، هنمسك الكسر الاول، اول خطوه تحليل. ركز معايا كده يا اولاد، س اس 2 هنحلل كده قوسين، س اس 2 هتبقى س في س. طيب انا عايز عددين ضربهم كام؟ 2 وطرحهم 1، يبقى كام في كام؟ 2 في 1. برافو عليك. طب الاشارات؟ الاشاره الاخيره ايه؟ سالبه، يبقى الكبير ياخد اشاره اللي في النص، ده سالب وده موجب. طب تعالى للمقام اللي عندي، هنحلل قوسين برضو، السين والس 2 عباره عن س في س، والواحد هتبقى 1 في 1، والاشارتين زي اللي في النص. مفيش مشكله في التحليل بقى، احنا عمالين شغالين بقى لنا كام حصه في التحليل. تاني خطوه اوعى تنسى، تاني خطوه ايه؟ علي صوتك. المجال ح فرق اصفار المقام. طب هنا كام؟ قلنا بناخد عكس الايه؟ الاشاره، يبقى سالب 1. طب ما دي كمان يا استاذ سالب 1. لا خلاص مش هكتبها، هي مره واحده ما نكررش في قوس المجموعه. هنختصر بقى ده مع ده، هيتبقى لي س ناقص 2 على س زائد 1، ده الاختصار النهائي بتاعي. طب تعالى للكسر الثاني نفس الكلام، هنحلل البسط هنا يا اولاد، قوسين س في س، والاثنين دي هتبقى كام في كام؟ 2 في 1، والاشارتين زي اللي في النص. المفصل اللي تحت ده بنسميه ايه؟ علي صوتك، اسمه ايوه فرق بين مربعين. ممتاز، لازم تحفظ اسم الايه؟ التحليل بتاعنا، هيبقى س ناقص 1 وس زائد 1. تعالى نجيب الايه بقى؟ المجال ح فرق، اعكس الاشاره، يبقى موجب 1 وهنا كام؟ سالب 1. تمام،
تعال نختصر بقى مين اللي شبه بعض؟ ده وده. تمام كده؟ هيتفضل لي هنا س ناقص 2 على س زائد 1. اه بص بقى كده الاختصار ده هو الاختصار ده. جميل. لكن هل المجال ده هو المجال ده؟ لا. احنا قلنا لازم يتحقق شرطين يا اولاد. يبقى في الحالة دي هقول له دالة واحد لا تساوي دالة الاثنين، مش قد بعض. واحد يقول لي طب تفرق ايه في الاختصار والمجال؟ المجال مش هيأثر معايا في حاجة يا أستاذ، أقول لك لا. يعني إيه حقق فرق سالب واحد؟ يعني ستك ممكن تعوض في الدالة دي بأي عدد ما عدا السالب واحد. طب هنا ينفع تعوض بأي عدد ما عدا الواحد والسالب واحد. يعني ينفع أعوض هنا بواحد، أه مفيش مشكلة منه. لكن ما ينفعش أعوض هنا. طب ازاي اعوض هنا بالواحد ويطلع لي ناتج واعوض هنا بالواحد ما يطلعليش ناتج؟ يبقى ازاي متساويين؟ عشان كده بقول مهمه جدا حكايه المجال دي يا اولاد. يبقى المجال متساوي والاختصار متساوي. طب واحد يقول لي طب ممكن حكايه المجال دي نتغلب عليها ان احنا نجيب المجال المشترك اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت. المجال المشترك اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ح فرق، نحط كل الارقام دي في قوس واحد. واحد وسالب واحد. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان بعيد عن الارقام دي لو استثنينا الارقام دي شلناها اي عدد هعوض بيه هنا واعوض بيه هنا يطلع نفس الايه؟ نفس الناتج. خلي بالك من الحته دي. يبقى عشان الدالتين يكونوا متساويين لازم المجال يكون متساوي والاختصار يكون متساوي. طب نشوف مثال ثاني كده نكتب بيه وركز معايا. نفس المثال ده كده. بس هنا بقى بيقول لي ايه بقى؟ اثبت أن دالة واحد تساوي دالة اثنين. ركز معايا كده. دالة واحد س أس 2 ناقص س على س أس 3 ناقص 2 س أس 2. طب الدالة الثانية س أس 2 ناقص 3 س زائد 2 س أس 3 ناقص 4 س أس 2 زائد 4 س. اصحى بقى معايا الحتة دي. هو بيقول لك هنا إيه؟ اثبت إن هما متساويين. يبقى قبل ما اشتغل ابقى عارف ان الاختصار هيبقى متساوي والمجال هيبقى ايه؟ متساوي. غير المساله اللي فاتت، المساله اللي فاتت طلع المجال مختلف لان ما اعرفش هما متساويين ولا لا. تعال نشوف هنا بقى، ركز معايا. هنعمل الثلاث خطوات بتوعنا، تحليل ايوه ومجال وايه؟ واختصار. س اس 2 ناقص س. هنحللها ازاي دي يا اولاد؟ اه طالما في س متكرره هناخد السين عامل مشترك. هيفضل لي من هنا ايه؟ س واحدة. وهنا يتفضل؟ مش هيتفضل حاجة يا أستاذ. يبقى نكتب مكانها إيه؟ واحد. أوعى تقول مش هيتفضل حاجة شيلها، لأ ده أنا بقسم س على س فيها الواحد، لازم نحفظ الخانة بواحد. طب تعالى للمقام. هناخد مين عامل مشترك؟ زي ما خدنا في المسألة اللي فاتت كده، هناخد الأس الصغير عامل مشترك، س أس 2. هيتفضل لي هنا إيه بقى؟ يتفضل من هنا س واحدة بس. طب هنا خدنا س أس 2، هيتفضل مين؟ هيتفضل الاثنين اللي بره دي. كده حللنا. تاني خطوه ايه يا اولاد؟ المجال. المجال ايه عندي هنا؟ ح فرق اصفار المقام. بص للمقام كده. احنا قلنا السين اللي بره لوحدها بكام؟ ايوه شاطر بصفر. طب السين دي بكام؟ لا مش بسالب اثنين، احنا قلنا بنعكس الايه؟ الاشاره يبقى موجب اثنين. تعال نختصر بقى، واحد يقول لي هختصر ايه هنا بقى؟ القوس ده مش زي ده. طب احنا ممكن نختصر السين اللي بره. السين دي هنشيلها مع سين واحده من هنا، يتفضل واحده بس سين تحت. يبقى الناتج النهائي ايه يا اولاد؟ ركز معايا. فوق سين ناقص واحد وتحت سين في سين ناقص اثنين. ده الاختصار النهائي بتاعي. طب نعمل نفس الكلام بقى في الداله الثانيه دي. اخر حاجه بقى ركز معايا دقيقه بالظبط. اللي فوق هنحلله قوسين برضو عاديين، تحليل بسيط. سين في سين والاثنين كام في كام؟ ايوه 2 في 1 والاشارتين زي اللي في النص سوالي. طب تعالى للمقام بقى وركز بقى، المقام ده عشان كبير شويه. س اس 3 وهنا س اس 2 وهنا س اس 1 نعمل ايه؟ ايوه شرط لسه حالين زيها هناك ايه؟ هناخد السين عامل مشترك بره، سين مشترك. هيتفضل لي ايه يا اولاد؟ من هنا ايوه علي صوتك معايا، س اس 2 ناقص هنا يتفضل ايه؟ 4 ايوه س، ما س اس 2 خدت منها س واحده زائد هنا يتفضل مين؟ ايوه تمام، ما انا خدت دي بره كده يبقى ال 4. ايه ده؟ واحد يقول لي ايوه شاطر برافو عليك ايوه. تقول لي المقدار ده ينفع يتحلل تاني ولا ما ينفعش؟ طب في عددين ضربهم 4
وجمعهم 4 ايوه في خلاص يبقى نحلل. لسه المساله ما خلصتش، التحليل ما خلصش يا اولاد، ركز معايا. خلي اللي فوق زي ما هو، س في س زي ما هي، القوس اللي فوق ماليش دعوه بيه، والسين اللي بره برده ماليش دعوه بيها. ده هنحلله بقى قوسين س في س، ها والاربعه ايوه 2 في 2 والاشارتين زي اللي في النص كده. التحليل خلص. تاني خطوه ايه؟ ايوه شطار. المجال ح فرق اصفار المقام، السين اللي بره مش سامعه، السين اللي بره قلنا بكام؟ ايوه بصفر، ودي بكام؟ باتنين. طب ما في اتنين تاني هنا يا استاذ. لا ما اكتبهاش خلاص، قوس المجموع ما ينفعش اكرر فيه. اخر خطوه ايه؟ هنختصر المتشابه مع بعض. هنا بقى في اختصار، هنشيل س ناقص 2 دي مع س ناقص 2 دي. واحد يقول لي طب ما نشيل دي كمان. لا ما ينفعش، واحده من فوق مع واحده من تحت. ايه اللي هيبقى فوق؟ س ناقص 1 وتحت س وس ناقص 2. الاختصار ده هو الاختصار ده، ده كمان المجال ده هو المجال ده. ما احنا قلنا قبل ما تبدا المساله، طب ما قال لك اثبت يبقى لازم يطلع المجال المتساوي والاختصار المتساوي. يبقى كده الدالتين متساويين ولا لا؟ ايوه. اقول له اذا داله 1 تساوي داله ايه يا اولاد؟ داله 2. زي ما احنا شايفين كل الكلام ده بيعتمد على التحليل بتاعنا. مهم جدا ان نحفظ الخطوات بتاعت دي، مهم جدا اعرف امتى الدالتين يكونوا متساويين قبل ما احل المساله بتاعتي، تمام؟ زي ما قلنا كل مثال من ده بتحله بايدك مره ثانيه، وتكمل من كتاب المدرسه تحل على الدرس دوت. اي سؤال مش فاهمه او مش عارفه او مش قادر توصل للحل النهائي بتاعه مظبوط، تبعته لنا على القناه، نبعت لك الرد يا اما كتابه يا اما هنعمل فيديو ان شاء الله مجمع تاني لكل استفساراتكم عن الدروس بتاعتنا. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.